إرادة الله سبحانه وتعالى أن توجه أنظار الإنسانية جمعاء ومشاعرهم إلى شرائح المجتمع الضعيفة والتي لا تقوى على القيام بدورها الطبيعي في المجتمع إلا بدعم ومساندة من جهات أخرى، ولعل على رأس هذه الفئات شريحة الأيتام. مشروع مصر التحدي مشروع طموح جدا، بيواجه مشكلة موجودة في مجال التعليم، وهي الولاد اللي نقدر نسميهم متسربين. أنا بقول إن هم مش المتسربين بالتحديد، هم كل الأولاد اللي ما حصلوش على فرصة تعليم، لأن في بعض أولياء الأمور ما بيودوش ولادهم المدرسة أصلا، وفي بعضهم بيخرج من التعليم بعد سنتين أو ثلاثة، من ثالثة ابتدائي، من رابعة ابتدائي وهكذا. المشروع بيتعامل مع المشكلة دي. بيتعلم في المكان كل حاجة، مش بس يقرأ ويكتب ويجمع ويطرح، لا، بيتعلم يأكل إزاي، يشرب إزاي، يغسل سنانه إزاي، يتوضأ، يصلي. يعني في النهاية نقدر نقول هي فكرة صناعة إنسان من الألف للياء، إنسان راقي ومتحضر ومتعلم، ينفع نفسه ومجتمعه بدل ما يضر نفسه ويضر مجتمعه. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين. صدق الله العظيم. فالإحسان إلى اليتيم كما هو للوالدين ولذي القربى، وليس هذا فحسب، بل وقرنه عز وجل بالإيمان، بل وجعله من أعظم أعمال البر. نرجع مرة تانية مع حضراتكم ونواصل لقائنا وعشرة الصبح. والحقيقة دلوقتي احنا قبل ما نطلع على الهواء كنا بنتكلم على مشروع مصر التحدي، وهو ده موضوع فقرتنا القادمة اللي احنا هنتكلم فيها مع دكتورة أماني هولا. ودكتورة أماني هي طبيبة ولكنها مهتمة بشكل كبير جدا بالعمل الاجتماعي، مؤمنة بفكرة انه انا ما اديش فلوس للمحتاج لكن اعلمه حرفة او صنعة يستفيد بيها مدى الحياة. تفاصيل اكتر عن مصر التحدي من خلال لقائنا مع دكتورة أماني هولا. صباح الخير. صباح واهلا خير. بحضرتك. اهلا بيك دكتورة أماني. يعني احنا كنا قاعدين بندردش في الفاصل وحضرتك قلتي كمية حاجات، افكار عبقرية. حضرتك بتاخدي الطفل من اول 6 سنين بتعلميه حاجة، تسع سنين بتعلميه لمدة 6 سنين حرفة يقدر يطلع بيها. وقلت لي حاجة غريبة جدا، جميلة جدا، ان الطفل المعاقبة بتاعته من اطفال الشوارع اللي الناس كلها بتقول لا دول ما بيحبوش وما بيجوش وبيروحوا، بتقول له لو ما جيتش بكرة، لو عملت كذا ما تجيش بكرة، ما تجيش بدل العقاب. فالراجل او الطفل يعني بيزعل اكتر. عايزين نعرف كل حاجة، واللي اتكلمنا ودردشنا فيه ده انا عايز الناس كلها تسمعه. ايه مصر التحدي؟ نبدأ ايه فكرة مصر التحدي؟ ببساطة شديدة الدستور المصري بينص على ان كل طفل مصري من حقه الاساسي التعلم لغاية المرحلة الثانوية حاليا، بينما قانون التعليم لوجهة نظر اخرى بيقول للطفل لما يتم 9 سنوات ليس له مكان في التعليم النظامي الالزامي، انما له بعض الاجتهادات المتاحة، وهي بتبقى من خلال جمعيات وحاجة اسمها المدارس المجتمعية، وهي ليست الزامية ولا تلقى قدر كافي من الرعاية والاشراف. فأنا ضد هذه الفكرة. يعني الطفل المصري من حقه أنه يتعلم حتى لو فاته قطار التعليم الإلزامي العادي،
عشان كده أنا لما بنزل أي منطقة فقيرة بعمل كوردون خيالي وببتدي أعمل نقطة مركزية أدور حواليها على كل طفل عنده 9 سنين وما راحش المدرسة، لأن ده خلاص انتهى فرصته في إنه يتعلم، هو كده ما عندوش أصلاً مجال للتعلم. ببتدي أجمعهم، كل ما أكون 32 طفل بعمل بيهم فصلين متلازمين. ليه فصلين؟ عشان بفرق فيهم في المستوى، لأن في طفل بيبقى ما بيعرفش حاجة خالص، وفي طفل بقى عنده مبادئ القراية والكتابة. كل 16 طفل بيبقى لهم 2 مدرسين بيقعدوا معاهم 6 سنوات. الطفل دوت انا باخده من 9 سنين، طموحي معاه ان هو لغايه سن 15 سنه يخلص الابتدائيه ثم اعدادي فني وليس اعدادي التقليدي، لاني بحاول احل ثقافه العمل وثقافه الاحترام المهنه اللي هي ابقى صانع ماهر بدلا من ثقافه ان انا ابقى دكتور وظابط ومهندس. طفل الشارع لغايه دلوقتي لو سالتيه نفسك تبقى ايه هيقول لك نفسك ابقى دكتور. مفيش منطق، احنا عودنا الناس على هذه الثقافة. احنا عايزين نقول لا، انا ممكن ابقى صانع، ابقى انا بعرف انتج هذا الشيء. وطبعا هم اكيد كل بني ادم عنده ملكاته، فبنحاول نكتشف ملكاتهم. انا في بنت ابهرتني، كنا رحنا قرية فجنون، فنان محمد علام دايما بيستضيفنا ربنا يبارك له، ففي دواليب كده بنعمل فيها فخار، طبعا كلنا بنعك، انا شخصيا بقعد معاهم، فالنتيجة بنطلع حاجة كده هلامية، بينما المشرف أو الصانع الموجود في المكان بيعمل واحدة حلوة، فبناخد دي ودي كل واحد فينا. فلبنى لقيتها واخدة 2 حلوين، قلت لها عيب كده يا لبنى، أنت بتاخدي الحاجة اللي الراجل عاملها وأنت مش بتعملي؟ قالت لي لا أنا عملت. فسألته قلت له أنا شايفة الاتنين زي ما تكون أنت عاملهم. قال لي فعلا، بس هي عاملة واحدة منهم. أول مرة كانت تقعد على دولاب واكتشفت في نفسها موهبة، وإحنا اكتشفنا بالصدفة فيها موهبة، وهكذا. فإحنا بندور على المواهب اللي جوه الطفل دي، ممكن تكون نحاتة أو فنانة تشكيلية أو حتى صانعة بشكل أو بآخر في شيء تعمله بشكل جيد جدا. مدة الدراسة دي 6 سنوات بطلع الطفل بعدها عنده قدرة إنه يخش سوق العمل بجد، مش المساكين اللي قاعدين على المقاهي أو بيبحثوا عن أعمال بخجل لأنه ما عندوش أي قدرة إنه يعمل أي حاجة في الدنيا. لا، ده هيبقى إن شاء الله بيتم تخاطفه لأنه هيكون متمكن في الجانب العملي. صنايعي أسطى. عنده أهم 3 حاجات بنفتقدها. أول حاجة الخلفية العلمية الحقيقية اللي ممكن سباك يقعد 30 سنة عشان يكتشفها باجتهاده المتواضع. لا، أنا حوصلها له على طبق منفضة زي ما بيقولوا، بحقائق علمية من خلال أساتذة الجامعة في حدود احتياجه فقط، مش هعمل له حاجات أكتر، مش أزيد ما هو محتاج. تاني حاجة، تدريب مهني محترم يحترم طفولة الطفل. ده طفل عنده 9 سنين في الآخر، مش مفروض يكون منتج ولا صنايعي، يعني المفروض يكون بيتعلم الصنعة. فهيبقى كأنه صبي، بس صبي باحترام وبأدب، من غير الواد بلية اللي بيتهان وبيتعرض للمذلة. تالت حاجة، أنه عنده أهم حاجة بنفتقدها وهي ثقافة المهنة. يعني ايه لما اخد عربون ايدي تتقطع ولا اصرفش منه؟ يعني ايه لما اقول لحد على ميعاد التزم بيه؟ يعني ايه لما اقول على مواصفات التزم بيها؟ وده من خلال عم دقدق وعم زقزوق، دول 2 عرايس. احنا عندنا مسرح عرايس منصوب طول الوقت جنب السبوره كده، في ستاره صغننه بسيطه جدا وغير مكلفه فيها شبابيك. عم دقدق وعم زقزوق يطلعوا. عم دقدق ده الشاطر اللي بيشتغل بجد واللي بقى عنده ورشه كبيره واولاده بقوا محترمين، وعم زقزوق دوت اللي ايه فهلاوي اللي عايز يعمل اي حاجه. طب انا اتفقت على كونتر، طب ما انا هجيب خشب ضعيف شويه ومش هيبان حد هنا. فده دايما يقع في مشاكل والناس تزعق له، دايما خسران ودايما حياته تعيسه. والاطفال بيشاركوا في الموضوع ده بنفسهم، يعني هم نفسهم بيلبسوا العرايس وبيبتدوا يلعبوا بيها. عظيم. خلينا نرجع ورا شويه، معلش سوري، انا معجب جدا بالكلام حضرتك بتقوليه، فكره عبقريه بصراحه. جات لك منين وازاي ابتديتي تنفذيها كده؟ لان كل الناس بيبقى عنده افكار لكن ما بتوصلش لدرجه هذه العبقريه، انك تطلعي واحد يعني بتعلميه وبتديله صنعته وبتقولي له جابه المجتمع وعيش فيه، وانت بتنتج، مش عايز حاجه من حد، مش محتاج حاجه من حد، تشتغل بايدك تضمن اكل عيشك. جات لك منين الفكره؟ طبعا مش عايز اقول لك ان الفشل هو اهم معلم للبني ادم. انا بقالي 25 سنه قلبي موجوع مع الاطفال، بالذات اللي بيبقوا في في الخرابات وفي الاماكن اللي تحت الكباري وكده. فمن مشاركتي ليهم واحتكاكي بيهم، اولا اكتشفت فيهم كم جدعانه ورجوله اتحدى انها موجوده عند ناس كتير جدا من الافاضل، لكن هم يعني الشارع المصري بيعلم الكلام ده. الشارع المصري بيعلم الجدعانه والرجوله والنخوه اللي احنا يمكن افتقدنا منها شويه في الفتره اللي فاتت للاسف. لكن مع ذلك هم يعني ضحايا، لكن بدا المجتمع يبص لهم على انهم مجرمين.
ده طفل شارع، ده واد قليل ادب، ده واد مش متربي، حاجات كده. هو طب هو مين رباه وقال لا؟ يعني الطفل دوت مين ساعده وهو رفض المساعده؟ بالظبط. فبدات في الاول كنت بساعد بشكل مباشر، ان هو يعني اوفر لهم بعض الاحتياجات، اكل، حاجات كده. على مر السنين انشات مؤسسه بطموحي يعني. انا الحقيقه عضوه في بعض النوادي الاجتماعيه زي ما بيقولوا، لكن ما كانتش بترضي طموحي في الخير. فقررت ان انا اعمل اليوتوبيا بتاعتي انا بتفكيري الشخصي. فبقى لي حوالي من سنه 2007 انشات مؤسستي، وسميتها وطن للخير كبرياء، او وطن وشعارها عندما يكون للخير كبرياء. ومتعمده الاسم ده لاننا لا بناخد فلوس من حد ولا بندي فلوس لحد. الخير لازم يكون عنده قدره على الاكتفاء، وان هو يكون بكرامه وبعزه. فبدات مع الاطفال الاول، وفرت لهم مكان مبيت. اكتشفت ان دي افشل حاجه في الدنيا في ظل عدم وجود امكانيات خرافيه، يعني لازم يكون عندي امكانيات بقى، كاميرات مراقبه دقيقه وسكيورتي فظيعه وحاجات كده. في غير كده هو دائما للاسف، وعفوا يعني، طاعون الاطفال دول هو الشذوذ الجنسي. فممنوع منعا باتا عندي تواجد طفلين لوحدهم ابدا، دائما لازم يكون في تجمع، وانا بركب كاميرات مراقبه في الفصول، وممنوع الاطفال يباتوا في مكان، في مكان مقفول. المبيت عندي يا اما الطفل بيبات عند اهله، يا اما الطفل بوجد له اسره بديله، راجل طيب ياخده معاه وهو رايح الجامع، ست طيبه يحس انها شبه امه حتى لو هي مش امه، بس في الاخر يبقى عايش في منظومه اجتماعيه طبيعيه. لان فكره الاورفانج في مجتمع شرقي زينا هي دايما وصمه عار. فانا ليه يعني احسسه بالاحساس ده؟ انا ممكن اما يتقال ده عايش مع العيله دي كانه ابنهم، افضل بكتير جدا ما ده ابن مؤسسه ولا وهكذا. صح. بتجرح للاسف في مفاهيمنا. فبدات بالتدريج اجرب وافشل واصلح واعدل وهكذا، لغايه ما وصلت اللي بعتبرها الفورمولا الاخيره، اللي هي الشكل اللي انا سميته مصر التحدي. والحقيقه هو عمل جماعي، يعني مش عمل فردي، يعني قد اكون انا اللي ببتدي، لكن الحقيقه معايا ناس جميله ورائعه، وبعضهم ناس معروفه في المجتمع بشكرهم على تعاونهم معانا. طب دكتوره اماني، الناس ممكن تسال، طيب توفير الفلوس اللازمه ل يعني انشاء الفصول او الصرف على الولاد، او توفير حتى الامكانيات اللي هيشتغلوا بيها والمدرسين اللي بيدوا لهم الدروس، ده بيكون ازاي وانتوا ما بتقبلوش فلوس وما بتدوش فلوس؟ بالظبط، هي بقى دي المعادله الصعبه اللي بتعشم ان انا يعني اكون قدرت اوجد لها بعض الحلول. اولا التجارب الاولى كانت على نفقاتي الخاصه، بعد كده هو قدرت اوصل لشكل اعتقد ان شاء الله ان هو قابل للتطبيق، وهو انا مسميها فرانشايز الخير. دلوقتي احتياجات الطفل دي ببساطه هي الاكل، ده الشيء الاساسي اللي هو محتاجه، اللبس، ومصاريف التعليم اللي هي الشيء الرئيسي فيها مصاريف قيمه مرتب المدرس. انا عندي كل 16 طفل ليهم 2 مدرسين او مدرس واخصائي بمعنى اصح، وتكلفه او قيمه مرتب المدرس هي 1200 جنيه، ده الرقم الحد الادنى العادل على ما اعتقد. صح، وده الرقم يعني الاساسي عليه كمان. وفي نفس الوقت خليني بس اقول حاجه، يعني اقول للساده المشاهدين ان كل فصل عند دكتوره اماني 16 طفل فقط لا غير، لا اكتر ولا اقل. دي ميزه عشان يقدروا عشان يفهموا ويستوعبوا. بالظبط، لاني كمان بتتعاملي مع طفل صعب، يعني ده طفل مش اللي هو اتربى في بيت وطالع في اسره بتساعده كده، لا بتروديه الاول وبعد كده بتديله بالمعلقه اللي هيفيده بعد كده. بالظبط. فبقسم التكلفه، يعني اي مشكله في الدنيا لو حللتيها تلاقيها بقت ابسط كتير. انا الطفل محتاج نصيبه من من قيمه المرتب بتاع المدرس 133 جنيه عشان اقدر اسدد للمدرس 1200 جنيه في الشهر. محتاج اكل وشرب بحسبه بسيطه حوالي 250 جنيه في الشهر. فتوتالي الطفل تقريبا بيكلف 390 جنيه في الشهر. انا عملت مجلس للرعاة، كل واحد بيتحمل مسؤوليه طفل او حتى جزء من طفل، يعني ما عنديش مشكله ممكن 3 4 بالفعل يشتركوا في طفل. المهم ان المجلس ده بقى فاعل معايا، بمعنى ايه؟ مش متبرع اعمى بيرمي لي فلوس ويمشي، لا، هو اللي بيقعد يصرف. طبعا الناس هتقولي مش فاضيه، بس انا ابسط من البساطه، ساعه واحده في الشهر، وقد ينوب عنه من يستطيع، او حتى يوصي احد الاخرين في المجلس هو ينوب عنه، لان له صوت يجب احترامه. طيب الفرق بين انه متبرع وان هو مشارك ايه؟ هو بقى عضو معانا، فعنده 5 ميزات. اول ميزه حضور الاجتماع الشهري ووضع السياسه النقديه للمكان والتاكد من ان الفلوس بتروح في مكانها. تاني حاجه انه بيجي له ايميل، بيجي له ايميل بكل التفاصيل اللي تم تنفيذها واللي هيتم تنفيذها شهر بشهره، وجداول الاكل، جداول الرحلات، جداول التعليم، كل حاجه. ثالث حاجه ان احنا عندنا كاميرات مراقبه في الفصول، فبيبقى واخد رقم الاستاتيك اي بي بتاع كاميرا المراقبه وهو قاعد في بيته كانه بيتفرج على الفصل وبيطمن ايه اللي بيحصل فيه.
رابع حاجه ان هو من حقه يعمل انسبكشن، من حقه يجي في اي وقت يعمل زي الضبطيه القضائيه كده، هل فعلا الجدول مكتوب فيه لحمه، هل الولد اكل لحمه النهارده او الاطفال فعلا الوجبه بتاعتهم كده ولا دي نصب وكده. من حقه يعرف كل التفاصيل مستوى الدراسه بتاعه الاولاد. اخر حق بديهوله ان كل طفل لو هو سبونسر لطفل معين او جزء من طفل معين فمن حقه يعرف كل التفاصيل الدراسيه الاجتماعيه بتاعه الطفل ده، بحيث يحس انه فعلا ربنا سبحانه وتعالى اراد انه يكون له الفضل في انه يخلي البني ادم ده يبقى حاجه ثانيه، يعني بيشوف بيفور اند افتر، فبيحس بمتعه العطاء وبمتعه ان انا غيرت بايدي زي كل الناس اللي بتتبرع بيبقى نفسها سواء مثلا للمرضى او للاطفال بيبقى نفسه يتاكد انا فعلا حققت حاجه، لا انا بوريك انت بتحقق ايه وبتشارك معايا في تحقيقي. بص يا هند، انا حاسس ان انا بتفرج على مدرسه انترناشونال، شايف الاولاد ما شاء الله شكلهم عامل ازاي؟ ايه الحلاوه دي ما شاء الله، هم اصلا امارات ونافسين حلو وقاعدين، يعني ايه الجمال ده؟ بفضل لشركاء الخير انا عندي، انا مش عايزه اقول اسماء عشان ما بقاش بعمل اعلان، بس عندي مصنع مشهور جدا لانتاج اليونيفورم لمدارس انترناشونال هو اللي بيديني اليونيفورم مثلا، عندي شركه كبيره هي اللي بتجيب لي اجهزه الكمبيوتر والبروجيكتور، انا عندي كل فصل فيه بروجيكتور وداتا شو، بنستخدم التعليم عندنا له 5 وسائل غير تقليديه، يعني طريقه الشرح التقليدي بالصوره دي دي ممنوع اكتر من ربع ساعه في الحصه. بقيت الحصه يا اما بداتا شو بروجيكتور يعني عالم سمسم يعني بعض الافلام التعليميه، يا اما مسرح عرايس، الكلمه الصعبه يعني مثلا كنا بنعلمهم يعني ايه ديمقراطيه، فلما المدرسه تقعد تقول ديمقراطيه ايه الكلمه الغريبه دي، انما لما مثلا سمسمه تلبس الجلافز وتبقى سمسمه واعرفوا يا اولاد يعني ايه ديمقراطيه، طب احنا هناكل بكره لحمه ولا فراخ، فبدأنا نفهمها لهم بطريقه بسيطه جدا، وديناهم حق ان هم يشاركوا بيفوت هناكل لحمه ولا فراخ. وطبعا لما العروسه هي اللي بتحكي معاهم هي المدرسه بتاعتهم، مش عايزه اقول لك بيبقى التقبل دي اجابه طبعا، الطفل بيتعلم وهو بيضحك، دي اجمل حاجه في الدنيا. صح دكتوره اماني، يعني تجربه ما شاء الله الله اكبر، يعني رائعه، فكره هايله وبتفيد المجتمع بشكل كبير، لكن هل في قابليه انه مثلا لو حد فكر ان هو ممكن يتبنى فكره زي دي او مشروع زي ده انه تكبر على سكيل اكبر، ولا هي محتاجه انها تبقى في مناطق بعينها على سكيل صغيره بحيث ان الولاد يستفيدوا في المنطقه دي وبعدين نتنقل نروح منطقه ثانيه وهكذا؟ بصي احنا طموحنا يفوق السحاب، احنا بنحلم ب 86 الف فرع من النموذج اللي انتوا شايفينه ده، عشان مصر دوالينها خاليه تماما من اي طفل ملوش مستقبل، يبقى عارفين ان الجيل القادم كله هيكون صناع مهره. رقم كبير قوي، هو ده الواقع. لا مش كبير على بلد كبيره، مش كبير على مصر يا جماعه، 86 الف فصل بالنسبه، مش عايزه اقول لكم صناع السندوتشات المشاهير السلسله المشهوره عندها 45 الف فرع بينهم حواجز جغرافيه ولغويه وثقافيه، ومع ذلك قادرين يعملوا كواليتي كنترول، وكل فرع في اي حته في العالم بتلاقيه بنفس المواصفات. هل نعجز احنا على ان احنا نعمل ده بهدف مش هدف ربح ولا صنع سندوتشات، ده هدف بناء بلد، يعني اللي ماتوا دول ليهم في رقبتنا حق. مش متخيله قد احنا فخورين بيكي وبالمشروع جدا ده. جدا. وخليني افخر كمان واقول لك ان انت لابساده ميدن ايجيبت، ده كل ده ميدن كلاسز. ده سنه اولى عندنا، ده التصنيع، سنه ثانيه وثالثه ده خياطه يدوي لا مكنه ولا غيره. ما شاء الله ده عظيم. طب دكتوره احنا دلوقتي عندنا كام فصل؟ وان شاء الله التارجت بتاعك 86 فصل، احنا دلوقتي كام؟ 86 الف فصل. الله اعلم انا لغايه ما اموت هعمل كام فصل، بس انا بوعدكم وبتعهد قدام العالم وقدام ربنا قبل اي حد ان انا لغايه ما اموت هفضل انشئ في الفصول دي، ان شاء الله عملت 5، ان شاء الله عملت 10، ان شاء الله عملت 86 الف، ربنا هو اللي هيعين. ربنا ان شاء الله باذن الله ربنا معاكي ويوفقك ويجازيكي خير عن الاطفال وعن ان انت يعني بتحميهم من مزله الاهانه في الشارع. بالزبط. ودي اهم حاجه. استاذنكم بقى استغل هذا المنبر الرائع تحت امرك. قولي لحياتك يا تحت امرك اهو. اولا فرانشايز الخير، يعني عايزين ناس يساهموا معانا بان هم يوفروا لنا اماكن، يوفروا لنا فصول، يوفروا لنا اجهزه الكمبيوتر القديمه بتاعتهم، يوفروا لنا رعاه او الكفلاء اللي هم هيرعوا الفصول ديت، بحيث ان احنا عندنا الاداره وبنلتزم قدامهم وبنتعهد بان احنا ننفذ ما هو علينا، ومحتاجين منهم هم ينفذوا الجزء الثاني عشان نقدر نكون مع بعض الفصول ديت. تمام. في صفحه على الفيسبوك او حاجه يوصلوا لكم ان شاء الله؟ مصر التحدي على الفيسبوك. تاني حاجه محتاجين متطوعين بشده، انا عندي المدرس والاخصائي ال 16 طفل، الحمد لله ده المفروض عدد كويس، لكن انا الطفل عندي بيجي من 8 الصبح ل 8 بالليل، لان هو مش يوم دراسي بس، هو يوم حياه، احنا النادي، احنا المدرسه، احنا كمان مكان الاستراحه والمطعم، واحنا العيله، بنوفر وجبات غذائيه كامله،
نفس الوقت الطفل عنده 3 ساعات ممكن ينام أثناءهم متقطعة في خلال اليوم عشان يستعيد نشاطه. واليوم من 8 ل 4 ده الدراسة، ومن 4 ل 8 اللي هو الفترة المسائية دي الأنشطة فقط. الأنشطة الحقيقة مش قادرة أعمل لها ميزانية لمدرسين، عاملة بس مشرف نشاط، فمحتاجة معاه اللي بيعرف يعزف مزيكا، عندنا أورج، تعالى أرجوك غني وخلي الأطفال دول يتذوقوا فن راقي. اللي بيعرف يرسم فن تشكيلي أرجوك تعالى علمنا. المتفوق رياضيا أرجوك، إحنا محتاجين الأولاد دول نكتشف أولا منهم الأبطال اللي هم المفروض 5% في أي مجتمع، زائد ال 95% من حقهم يمارسوا نشاط رياضي منتظم. تمام. طبعا فكل الاعضاء اكيد هتطلع اكتر من 5% لان الناس دي بيطلع منها طبعاً. يعني مهارات فظيعه سواء في الكوره او في الرياضات الثانيه. بالظبط، عندهم طاقه واراده اكتر. طيب الحمد لله ان احنا حولنا الطاقه السلبيه اللي ممكن تكون فيهم لطاقه ايجابيه منتجه، وده اللي احنا عايزينه، وكفيناهم شر العزل حد ان شاء الله. شكرا لحضرتك واهلا بيكي معانا في 10 الصبح، ودايما تكوني ضيفه معانا بالمشاريع، ونشوف التقدم يوم ورا التاني باذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك، وهنتابعك ومعاكي على الفيسبوك، وهنحط صفحتك عندنا في 10 الصبح، وهنتابع ونيجي نصور ان شاء الله. يعني في ساعات الواحد اوقات كده بيعجز الواحد ان هو يتكلم يقول حاجه، لانه بجد حاسين بفخر فظيع ومشروع عبقري. تعالوا نطلع فاصل.